حاتم، آخر حاجة كنت عايز أقولها لحضرتك، إيه هي الفكرة في عجالة، يعني الأفكار اللي حضرتك عايز حضرتك تغيرها بخصوص نقابة الأطباء البيطريين؟ يعني في يعني حاجات مش عاجبة الدكتور، أو في حاجات نفسك تبقى تتنفذ أو كده؟ وطبعا مفيش حاجه تعلو على ان يبقى لنا وزاره مستقله. يعني ده هدف وحلم، حتى انا يمكن قلته في الحلقه الاولى، الفيجن والميشن. فالميشن اللي هي الرساله اللي بيأديها دلوقتي تفعيل دور الطب البيطري في خدمه المواطن العربي، كل الناس بيتحدثوا العربيه بيشوفونا دلوقتي. تمام. ماشي؟ ونحسس الناس بقيمه الطب البيطري وكده، ونقاوم الباراميديكال اللي هم التمرجيه ده كده، ويبقى لنا وزاره مستقله علشان مهمة جدا. نقدر نخدم الناس، نقدر ناكلهم بروتين حيواني صحي سليم. زي ما قلنا كده في ان فيه الدوله بتقدم لنا كل يوم الصبح رغيف عيش ب5 ساغ. ماشي؟ عاوزين نغمسه ببروتين حيواني صحي سليم صالح للاستهلاك الادمي. شكرا جزيلا يا دكتور حاتم، شرفت شكرا جدا. لك.